تابع اليوم السابع، نحن داخل قصر بعبدة بجبل لبنان، والذي توجهت إليه أنظار الجميع منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، حيث أجريت الاستشارات النيابية الملزمة والتي شارك بها أكثر من 100 نائب، وتم اختيار مصطفى أديب السفير اللبناني في ألمانيا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة بأغلبية 90 صوتا من بين 128 صوتا. من المقرر أن يجتمع غدا مع الرئيس ميشيل عون ويبدأ بالاستشارات أو المشاورات الخاصة بتكوين حكومته، والتي من المقرر أن تكون حكومة مصغرة وليست كسابقتها التي كانت أكثر من 20 كانت 24 وزيرا. ستكون حكومة مصغرة، تكون حكومة تقنية، أي من المختصين وذوي الكفاءات. يعول الكثيرون على هذه الحكومة لإخراج لبنان من الأزمة أو المأزق السياسي والاقتصادي الذي يمر به. معنا السيد رفيق شلالة المستشار الخاص للرئيس ميشيل عون. أهلا بحضرتك. أطلعنا اليوم أن تم اختيار مصطفى السفير مصطفى أديب بأغلبية يمكن وصل 90 صوتا. ما الذي تعولون عليه من الحكومة الجديدة؟ لا شك أن الحكومة الجديدة العنوان الأول لها هو تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها أو تم الاتفاق على تنفيذها مع مختلف الهيئات المحلية، القيادات السياسية المحلية والهيئات الدولية والمؤسسات المالية الدولية. هذه مهمة هذه الحكومة، أولاً الإصلاحات ومكافحة الفساد، هذان العنوانان هما العنوانان الأهم في مرحلة الحكومة الجديدة. وتكوين الحكومة يعني كيف سيتم؟ غدا سيجري الرئيس المكلف مشاوراته مع الكتل النيابية وتتضح الصورة. الأرجح أن تكون حكومة تقنية تضم اختصاصيين في المواضيع التي سيتم العمل فيها، ولا سيما في الشأن الاقتصادي طبعا من دون أن ننسى الشق السياسي وغيره من المواضيع، ولكن الأهمية الأساسية والقصوى هي الشق الاقتصادي في المرحلة المقبلة. بعدد وزراء كم يعني؟ الاتجاه أن تكون حكومة مصغرة بحيث ينصرف الوزراء بالتعاون مع بعضهم البعض على إنجاز الملفات. أقل من 20؟ يعني ما بقدر هلا احدد، لانه هذا الامر بتقرر بضوء المشاورات والاستشارات السياسيه بعدين بالتفاهم مع رئيس الجمهوريه. من المبكر ان نحدد عدد، لكن الاتجاه ان تكون مصغره، لكنها بالتاكيد حكومه مستقله كامله. هذا المطلوب، يعني هذه كل النواب اليوم بالاستشارات طلبوا بهالشيء، ان شاء الله بيتوفق الرئيس المكلف باختيار شخصيه مستقله اختصاصيه تستطيع ان تحقق الاهداف التي اتت الحكومه من اجلها. وكم يوم من المتوقع ان تستغرق مشاورات تشكيل الحكومه؟ عاده المشاورات مع النواب تستغرق يوم واحد، لكن مشاورات التشكيل تاخذ بعض الوقت. تعرف هناك اتصالات تشغيل، هناك قتال، هناك يعني هل هناك حد اقصى يعني؟ لا، ما في، حسب الدستور ما في حد اقصى، بس أيضاً انه يؤمل ان تتم بسرعه. ايضا ياتي مساء اليوم الرئيس ماكرون. نعم. يعني طلعنا على البرنامج المتوقع له. برنامج رئيس ماكرون برنامج حافل، يعني عندما يصل سيزور السيدة فيروز، ثم بعد ذلك غدا له لقاءات مع الجنود الفرنسيين الذين يساعدون الدولة في عملية رفع الأنقاض وعمل أشخاص في مرفأ بيروت، ثم سيزور يزرع شجرة هرز في إحدى المحميات في منطقة بوشبايل، ويجري محادثات مع الرئيس زهرة، ثم بعد ذلك يقيم له رئيس محلي والأداء، يلي بعد ذلك لقاءات مع قيادات سياسية ورئيس مجلس النواب، ويغادر الأربعاء صباحا. ما أبرز الملفات التي ستطرح يعني في المناقشات مع الرئيس؟ طبعا العلاقات اللبنانية الفرنسية بطبيعة الحال، وأيضا الموضوع الحكومي، لأن الرئيس ماكرون ساعد وكان له دور في تقريب وجهات النظر وفي أن يتفق القادة على الإنجاز. شكرا.